مرحبا يا كبير، والله توحشتكم برشا يا كبير، انا زمان عنكم والله، يومين تلاتة ما عم بتنزلوا تابتو فيديوهات رياكشن، وينكم يا اخي؟ وينكم يا كساسي؟ لا ما بيمشي الحال معكم هيك، نحن بدنا نحضر رياكشن، وينكم؟ لا بنحكيكم كذا ما بترد علينا، وينكم؟ اخدينكم جاي باسطنبول ولا شو عم تعملوا انتوا هيك والله يا كبير؟ حصلوا، يلا وسهلا فيكم في جديد مع الكسر، لا تنسوا زر الجرس، لايك كومنت الاشتراك، اند ليتس جو يا بيبي. That's when you know you should leave, motherfucker. Fuck him, John. Fuck all of them. كبرنا ما تبدلنيش، شوفوا في عبيد تبدلت، تفرج دنيا كيش وليت، رجلة بالحبس تفدلك، اتيتود ما فميش، رابريت ايش من فضلت، ما نقدر ما فميش، ايت سيجارة بليش من فضلك. يا كبير يا معلم، صفاء الولاد والبنات بسطة وتسلك، والوضع سجلجلج، الحمد لله كله تمام، الصحة بخير، هلا في كم خازوق بالحياة جايينا بس الحمد لله على كل شيء، يعني ما مشكلة، كله بيقطع، كله بيروح، كله بيمشي. عيش كل يوم بيومه وكون مبسوط، استغل الفرصة اللي انت لازم تكون فيها مبسوط وكهوية كبير، غير هيك انسى، لا تفكر بالماضي، لا تفكر بالمستقبل، لا تفكر حتى بشي، خليك بهيمه وشي بحياتك. شو عندنا نصائح الزبالة عم بعطيكم اياها انا هيك، ما حدا يسمع لي كلامي، ها اوعى تفوتوا بألف حيط، لا يا كبير اشتغل لمستقبلك. حصير يا كبير، من بعد ما عملنا التراك لشيرين لجمي ذكرينا اللي كنا حنبكي على شوية كبير، ومن بعدها هبطت فيديو دغري كمان على بالتي، فهون يا كبير قلتولي اعمل رياكشن على بالتي وشيرين مع بعضهم، اللي هو الاغنية تاعت مسلسل اولاد مفيدة. طلع كيف كبير، هذا مسلسل كتير ظهر بتونس وكتير قالوا لي احضره، بعد ما حضرته صراحة لانه ما عندي الوقت والله العظيم، يعني قاعد تابع كذا هيك ما عندي الوقت، سامحوني يعني بس انا بدي احضره. طلع كيف حصلوا، اخذت برايكم جاي اعملكم رياكشن مثل ما انتم بدكم، انا ما سمعتها بعد، ما عندي اي فكره عنها صراحه، يعني بعرف انه في مسلسل اسمه اولاد مفيدي لانه حضرت منه مقاطع. حصلوا، ما بنطول عليكم بالحديث، هذا الانستغرام اللي عندي، اعملوا لي فولو ونكون لكم من الشاكرين والداعمين والسجلجلج، يعني عرفت علي كيف، فنجعلها حركه كبير. اعطيني بريك، اعطيني بريك. اول شيء بالتي، هذا الستيل اللي بمستخدمه بالتي بهيد التراك انا كثير بحبه، ماشي. انا اجمالا شخص كئيب بطبيعتي، عرفت علي كيف، بحب الاشياء اللي بتزعل بتغشش اكتر من الاشياء اللي بتفرح، عرفت. الاشياء اللي بتفرح انا ما بسمع الا ما يكون مش على طبيعتي، يعني لما اكون انا على طبيعتي كانسان كبشري، يعني بحب الاشياء الحزينة اللي بتهيك touch your heart، يعني بتبكيك انت قاعد عم تسمعها. فالستيل هذا اللي بيستخدمه بالتي بهالطريقة هيدي مع الصوت وكذا وهيك، اشي بومباستيك فانتاستيك، يعني عرفت علي كيف، هيك بيلمسك من جوا من الداخل انت كانسان، يعني هلا مش انسان وما بيحب يسمعك اغاني مشكلتك بقى، اما انت كانسان وتسمع هيك اغاني، عندك مشاعر وعندك كذا وتسمع هيك اغاني، يعني بتفرح انه في حدا عم بغني على وجعك. يا دنيا الزينه خلص حاجي بقى ساسوفي، يعني انف، فهمت علي كيف. وفاتت كبير ست الكل شيرين، لك صراحه انا كلمت شيرين سبحان الله، يعني صوتها وهي احلى شيء بهالحياة ممكن يصير معي والله العظيم، انساني متواضعة، انساني محترمة، انساني والله قلبها هيك بتحسه طيب، انا ما كتير تكلمت انا وياها بس بتحسها انساني هيك، عرفت يعني خلوق هيك لذيذة. حصل اكبر، بدنا نطول عليكم بالحديث، خلنا نسمع صوت شيرين ونستمتع. ايه والله بالحق، اه والله العظيم يا دنيا يا الزينة خلص بكفي والله العظيم، يعني الواحد يحكي هلا صراحة، وقت بيخلص من شغلي بتلاقي شغلي أصعب والله. أنا أحيانا بتمنى نرجع أطفال والله العظيم، نرجع يعني أولاد صغار، يعني بطل عندك هالمسؤوليات وهذا التفكير وهذا الشيء، يعني آخر همك إنه تاخد الفلوس من أهلك حتى تشتري أشياء صغيرة هيك شوكولا أو شي شغلة من السوبر ماركت. والله الواحد كل ما يكبر كل ما همه بيكبر معه، ما بعرف تحس همك عم بيكبر قبلك، حتى بتلاقي همك انه صار ختيار وعجوز قبلك، انت شاب وهمك عجوز، عرفت علي؟ يا الغلط فينا نحن كبشر لانه اصلا عم نفكر بالمستقبل كتير لقدام، او غلط فينا يمكن نحن ما قدرنا ناخذ الفرص اللي لازم اجتنا بالحياة، بس المشكلة انه بتقعد تطلع هيك الفرص ما اجتنا بعد يا كبير، يعني نحن عم نحاول نغتنم اي فرصة بتيجينا بس ما في، عرفت؟ سبحان الله نحن دولنا ما بعرف شو، يمكن نحن خلقنا بمنطقة جيوغرافية غلط، من يعرف نحن أذكياء كتير بس خلقنا بمنطقة جيوغرافية غلط، عرفت؟ أو يمكن مش المنطقة الجيوغرافية الغلط، يمكن هني الحكام اللي عنا وصلونا لهذا الشيء، والله الواحد ما بيعرف. هلا أنا طرقت على هذا الموضوع بحكم إنه هذه التراك
صعيبة يا صاحبي والله، كلماتها حلوين والأصوات اللي فيها سوبر لذيذة يعني. والله هيك حاسس حالي شوي هيك بفهم، بس أحكي بهيك أمور يعني. الله ليك بتحس صوت شيرين هو الصوت هذا الحزين والناعم بهذا الحياة، عرفت علي كيف؟ وصوت بلطي هو صوت الراجل اللي هو عم بيتحدى هذه الحياة وبس بنفس الوقت تعبان بس مش مستسلم، فهمت علي كيف؟ وهذا اللي تراك وهي دقيقتين و22 ثانية، والله مش كتير يعني، أنا فكرت أطول من هيك بس لذيذة يعني، بتسمعها وأنت مبسوط فرحان، عرفت علي كيف؟ مش فرحان بمعنى إنه فرحان لأنه موضوع حزين، لا هي أصلا تراك محترمة على الأذن، بتسمعها وأنت عرفت يعني، وصلت لك الفكرة يعني، عرفت تسمع تراك توصل لك المساج تاعتها اللي هي بقلب التراك هيك كبير. أوه قولي لي هيك إشي حلوة لذيذة يعني، أولاد مفيدة يعني، أنا صراحة أول مرة بسمعها وما بعرف شو القصة اللي بالمسلسل أصلا، كتاب مبين من عنوانه يعني، فشكله شي فخم شي مرتب شي لذيذ شي محترم شي فاخر على الآخر، وبومباستيك فانتاستيك اكسترا اوردينيري كبير كالعادة يعني. في ناس بتجي قالت لي يعني إنه أنت كل تراك بتعمل عليها رياكشن بتعجبك، صراحة لأنه التراكات اللي ما بتعجبني ما بنزل رياكشن تبعيتها صراحة يعني، لأنه أصلا في تراكات ما بتعجبني، انا انسان مثلي مثلكم ترى، بحكي كلام زيت بالرياكشن على فكره يعني، عرفت علي كيف؟ فما بحب ارجيكم هذا الوجه لانه اصلا بحترم الناس اللي قدامي اللي قاعده عم تحضرني، هادي واحد. اثنين نحن شعب مش ناقصنا مين يجي ينتقد شغل تاني، عرفت علي كيف؟ انا مش جاي انقد، انا جاي انقل لك الجمال، فهمت علي؟ انقل لك الاشي الحلو اللي عم بيصير، الموسيقى الحلوه، المجتمع الحلو، البلد الحلو، كان لبنان او كان تونس، هول اكثر بلدين انا بحكي عليهم، فهمت علي كيف يا صاحبي؟ فهمت علي كيف يا حلوة يا عسل؟ فأنا ماني مضطر أعمل رياكشن وأقول لك هذا الشيء مش منيح وأعمل أعداء لإلي أنا مش ناقصني أعداء أصلا، في ناس بتكرهني من غير أي شيء لحتى أطلع أنتقد العالم، أنا مش مضطر يا صاحبي، لا شيلني منه خلص، تراك مش حلوة بجرب اسمع أعمل عليها رياكشن، مش حلوة وقف تصوير وخلص أكهو بلا ما تعمل رياكشن كلياتها، أما كانت تراك حلوة وتمام خلص خلي الرياكشن وكهو ماشي، انقل الصورة الحلوة قبل الصورة البشعة، لا تتكلم على بلدك انه هو سيء، تكلم عن بلدك انه هو جميل، تكلم عن نفسك انه انت جميل، لا تتكلم عن نفسك انه انت سيء، اتكلم عن اي شيء بالجمال لا تتكلم عن اي شيء بالسيء، لانه انت لما دايما تحكي بالسيء عن اي شيء خلص العالم بترسخ فيها هذه الصورة، فانت كسر لهيدي الصورة وحاش تحكوا بالسيء عن الاشياء يا اصحابي، ماشي يا كبير؟ عم بعطيكم كتير نصائح اليوم بس لانه انا يعني هيك خلص زهقت، نحكي بالاشياء السيئة، عرفت؟ احكي بالاشياء الحلوة بقى، اوكي حياتك بشعة بمكان احكي عنها انه هي حلوة بمكان، بلدك بشعة بمكان احكي عنها انه هي حلوة بمكان تاني، عرفت؟ الخايب والباهي تلاقيه في اي بلازا يا صاحبي، باهي؟ باهي. عصير يا كبير، هذا كان الفيديو اليوم، ان شاء الله تكونوا استمتعتوا وان شاء الله تكونوا وصلتوا لهذه النقطة من الفيديو، حبكم برشا، تبقوا على حالكم، ليلتكم زينة، Let's go يا بيبي. That's when you know you should leave, motherfucker. Fuck John. Fuck all. كبرنا ما تبدلناش، شوفوا في عبيد تبدلت، تفرج دنيا كيش وليت، رجلة بالحبس تفدلت. اتيتود ما فماش رابريت ايش من فضلك، لايك ودي جانج ما نقدر ما فماش، ايت سيجار بليش من فضلك.